وتجاوزات مالية في عقود مبرمة بين إدارة مطار النجف الدولي مع مقاولين لشغل محل داخل صالة المسافرين. وأوضحت النزاهة أنه تم ضبط 14 عقدا طويلة الأجل أبرمها مدير المطار، ثم قام لاحقا بفسخ تلك العقود لتحقيق كسب مادي غير مشروع. وفي عملية ثانية ذكرت النزاهة أن فريقا تحقيقيا مختصا تمكن من ضبط تلاعب واختلاس أموال مع تكرار صرف الرواتب لموظفين بعينهم في مدينة الصدر الطبية التابعة لدائرة صحة المحافظة، مؤكدة أن الموظفين كانت تصرف لهم رواتب في الشهر ذاته بصفتهم متعاقدين مرة وبصفتهم أجراء يوميين مرة أخرى، فضلاً عن الاستمرار بصرف راتب أحد الموظفين رغم وفاته. وأردفت أنه في عملية ثالثة تمكنت أجهزتها التحقيقية من ضبط عمليات تلاعب واختلاس تخص تغيير تاريخ انتهاء صلاحية أكثر من 6000 شريط دوائي في مخازن صحة النجف تم تجهيزه سابقاً من قبل وزارة الصحة. النزاهة أكدت تنظيم مذكرات قبض قضائية ضد المتهمين في هذه القضايا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة عن صدور قرار قضائي بالحبس الشديد لمدير بلدية الحلة الأسبق نتيجة مخالفات ارتكبها في تنفيذ أحد عقود شراء آليات فنية لبلدية الإسكندرية. وأضافت أن قرار الحكم تضمن الحبس لمدة 7 سنوات جراء قيام المذكور بشراء آليات بمبلغ أكثر من 4 مليارات دينار، تبين لاحقا أنها تهدف لتحقيق الكسب المادي على حساب المال العام.